هلا يا هلا يا الحلا تسم ثغر الزمان بيان الحب علان سطع نور الحسن سطع نور الحسن يا هلا يا هلا بالغالي صار له دلالي يا الحسن نص رمضان وعد حان والأكوان سعدت للفرح للقرآن كفوبان غدا لسان يوضح والتضايح دنيانا هالهيلة دنيانا ريحانة للنبي ريحانة قرآنة بتنشر قرآنة وآياته سبحانه خالقك سبحانه أهدانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة وأتم السلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين نرفع آيات التهاني والتبركات إلى مقام ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ومحبي أهل البيت عليهم السلام في كل مكان في ذكرى ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ورد عنه عليه السلام أنه قال هلاك المرء في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس، والحرص عدو النفس وبه خرج آدم من الجنة، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل. رزقنا الله وإياكم وإيانا زيارة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في الدنيا وشفاعته بالآخرة، حلقة جديدة ومميزة بإذن الله تعالى. وهذا الصباح الرمضاني من برنامج صباح كربلاء، وأعيد وأكرر كل عام وأنتم بألف ألف خير. صباح الخير يا مالك، كل عام وأنت بألف ألف خير. صباح الخير عليك وتقبل الله أعمالك، ونحن في يوم 15 في منتصف شهر رمضان المبارك الذي تشرق علينا أحد الأنوار المحمدية، وهو ثالث أصحاب الكساء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مباركين به هذه الولادة. أخ الحسيني ويا للفخر أي أخ، أي أخ الحسيني ويا للفخر أي أخ مثل الحسيني إذا دل الإباء دلا ينمى إلى شيبة الحمد الذي وقفت به البسالة لا حولا ولا حولا علي الليث مولاه ووالده، علي الليث مولاه ووالده فحسب ذا ولدا وحسب ذاك ولا شؤم الكمات لدى الهيجة وأدهمه يمن على باعة الأكفان لو سعلا هاتلك صفينة هاتلك صفينة سل والنهروان معا وسل إذا أنصفتني أمك الجملا تنبيك إن مواضيه الملوك ولم يجد لها غير الهامات غير هامات العدا دولا. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد الحسن المجتبى عليه السلام، نبارك لكم هذه الولادات الميمونة وهذه الولادة الميمونة بسبط الرسول المنتجب الإمام الحسن سلام الله عليه، جعله الله وعفوا كسبنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه مجيب سميع الدعاء. أكيد فقرتنا راح تتضمن اليوم كثيرا من المواضيع وقد تكون خاصة بهذه الذكرى الميمونة، فنستعرض معكم أكيد الفقرات ومعك أول الفقرات يا بسام. نعم، في فقرة ذاكرة الأيام ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في ليلة النصف من رمضان للسنة الثالثة للهجرة النبوية المباركة. نعم، وافتتاح سوق خيري في إديالة أكيد زودنا به تقرير زميلنا نوار البياتي. حديثنا لهذا اليوم مقومات الشخصية القيادية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام انموذجاً مع سماحة الباحث الإسلامي الشيخ حسين العيساوي. وأخيراً جولة وسؤال التفاعل، نستقبل تهانيكم بولادة الإمام الحسن المجتبى من خلال الجولة التي أجراها إن زميلنا كرار الحمداني.
هذه أهم الفقرات اللي ضمها صباح كربلاء، وخير ما نفتتح به هذه الحلقة هي زيارة سيدي ومولاي الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ومن مرقد أخيه الإمام الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. شكرا لكادر المكتب الحرم على هذه الصورة الجميلة لضريح المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله، ابقوا معنا.
في مولد الحسن الزكي المجتبى أبدى الإله كتابه المكنونا، هو سبط طه والسبيل إلى الهدى وصراط حق قد أقام الدين، ابن الوصي أخو الوصي، ومن به قامت وصية أحمد تعيينا، فبحق سبط محمد صلوا على الهادي، فإن صلاته تحيينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. كريم آل البيت يا بشرى أتانا، كريم الآل يا بشرى أتانا، بشهر الخير والكرم العميم. مباركين بولادة الإمام الحسن المجتبى الصبط المنتجب وريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة. في ذاكرة الأيام سنتكلم بالولادة الميمونة لإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ففي ليلة 15 من شهر رمضان المبارك أزهرت الأرض بولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. في ليلة النصف من رمضان المبارك وفي السنة 3 للهجرة أشرقت المدينة المنورة بمولد الإمام الثاني. ففي مثل هذا اليوم المبارك أعلن بيت النبوة في المدينة المنورة بنبأ ميلاد السبط الأول، وزفت البشرى إلى النبي الأكرم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهب إلى بيت الزهراء عليه السلام ليحمل لها تهانيه ويفضي لها بمسراته، ما أن وصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى تنزل الوحي الإلهي المقدس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغه بأن الله تعالى قد سمى الوليد المبارك حسنا. نعم يا بسام، هذه ليلة عظيمة وفي شهر رمضان المبارك. نعم. بالإضافة يعني اكتسبت هذه اليوم والليلة فد مكسب عظيم بميلاد الإمام الحسن عليه السلام. نعم مشاهدينا الكرام، مجددا أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. وبهذه المناسبة سيكون في ضيافتنا في هذه الدقائق المعدودة الدكتور سلام الرباعي، أستاذ في جامعة كربلاء. أهلا وسهلا وأسعد الله أيامنا وأيامكم. أسعد الله أيامكم دكتور. شنو عندكم في المناسبة سمعونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع أسماء آيات التهنئة والبركة إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى المؤمنين والمؤمنات جميعا. بهذه المناسبة العطرة ذكرى ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. سلام الله عليه. ويسعدني أن أكون ضيفا في هذا البرنامج الرائع الجميل وفي هذا الصباح الرمضاني، وسأنشد إلى الإمام السبط سلام الله عليه. ولد الزكي فمرحبا بولادة، ولد الزكي فمرحبا بولادة فرحت بها الأيام في رمضان، ريحانة الأمل المشع لأحمد، سمح السجايا عاطر الأردان، ومنار أحلام الزمان،
ومنار أحلام الزمان وبهجة وبهجة للمصطفى وهو الإمام الثاني. صلوات الله على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسك دكتورنا. معصوم الحسن وليمدح المعصوم يعين الله قلبه وينطق لسانه. جمعت حروف شعري والقصيدة تقول كلمات المدح للحسن خجلانة سليله للكرم والجود والإحسان عن محتاج ما سد يوم بيبانه أبو قلب الكبير وصاحب المعروف. بفضالة تسولف حتى عدوانه حنين المجتبى وحنيت على الأيتام مثل حيدر علي تجري ويا شريان. سنت مثل حيدر علي 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 تجري ويا شريان. تربات الحسن شبل الحسن جسام يوم الطف صبح للجود عنوانه قدم مهجته والهام لاجل الدين جود المجتبى بول يده بتشان ما عاف الحسين الوحده لا هيهات ما عاف الحسين الوحده لا هيهات لا هيهات لما نصر دينه وعلق بنيانه هيج المجتبى وقفاته وقت الضيج والنعم هيج المجتبى وقفاته وقت الضيج عليك اقسم الهي بجوده واحسانه احلفك بالشفوف الما ترد محتاج عجل يا الله. طلعت الموعود سنت. مولانا وإذا بينا عليل من المرض تشفيه وإذا بينا عليل من المرض تشفيه وحسن العاقبة بالدنيا رجوانا نختم بالصلاة على النبي والآل مسك بيها نعطل رب دعوانا. صلوات الله صلي على محمد وآل محمد وعلى سلام. طيب الله أنفاسكم الله يبارك فيكم إن شاء الله ميزان أعمالكم الله يبارك فيكم الله يسلمكم وإياكم زيارة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. آمين يا رب العالمين في البقيع في الدنيا وشفاعته بالآخرة. آمين يا رب. شكرا جزيلا. طيب الله أنفاسكم الله يبارك فيكم. طيب استاذ سلام اليوم الكربلاء المقدسة تضم هذه المشاهد الشريفة بيضرحتها يعني أهل البيت عليهم السلام. الأعياد كيف يشاهدونها في خاصة يعني رغم إحنا نعيش أجواء رمضان ولكن إلى طعم خاص في شهر رمضان وكذلك التعلولات اللي إحنا نسميها بعد الإفطار خصوص الأذكار ومجالس في ذكرها البيت عليهم السلام أحياء المواليد. أكيد أن دقيقة ولو أخلص أكيد أن محبي أهل البيت سلام الله عليهم يلتجئون إلى أهل البيت سلام الله عليهم يعني يلتجئون ماديا ومعنويا. في الزيارة يكون اللجوء ماديا وفي الأذكار وفي احتفالات مواليد الأئمة سلام الله عليهم هذا الشيء هو شيء روحي معنوي. حينما يكون الإنسان مهموما ومتعبا يلتجئ إلى أهل البيت سلام الله عليهم ليبعث الله النور في قلوبهم. فأكيد هذه المناسبات هي بمثابة
تعزيز الروابط الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى. نعم، شكرا مرة أخرى دكتور سلام، إن شاء الله نلتقيكم مناسبات وأفراح أخرى. شكري لكم. سلمكم الله دكتور. شكرا سلام. مشاهدينا الكرام، ما زلنا وفقرات برنامج صباح كربلاء، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. نعم مشاهدين الأكارم، متواصلين إياكم في هذا هذه الصباح الكربلاء الجميل، وحلقة من صباح كربلاء، ولازلنا ببركات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فبهذه الذكرى الميمونة أطلقت العتبة الحسينية المقدسة مبادرة هي اسمها وتحمل اسم عطاء المجتبى عليه السلام. هذه المبادرة أطلقها سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وهي مبادرة طبية مجانية في المؤسسات الطبية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ولكافة أطياف الشعب العراقي من كافة المحافظات، وهي العلاج المجاني ولمدة 3 أيام، انطلقت من يوم الاثنين واليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. ضيف عندنا في هذه الحلقة بخصوص هذه المبادرة الدكتورة بيداء التميمي، مديرة مستشفى السيدة خديجة رضوان الله عليها. حياكم الله دكتورة، ونبارك لكم ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، الولادة الميمونة، وشكرا جزيلا على الاستضافة. أخبرني دكتورة، طبعا أنتم مباشرة يعني ما شاء الله المبادرات ما تنتهي من خلال العتبة الحسيني، من خلال جهودكم يعني مشكورة بخصوص هذه الأمور. الخدمات الطبية اللي تقدمها هذه المبادرة وكيف للمرضى الاستفادة منها بخصوص يعني مستشفتكم مستشفى السيدة خديجة رضوان الله عليها؟ نعم، تفضلوا لكم الكلمة. إن شاء الله. نعم إن شاء الله. تقدم مستشفى السيدة خديجة التخصصي للمرأة كافة الخدمات الطبية والصحية لجميع الاختصاصات التي تخص المرأة، والتي تشمل الخدمات المقدمة في العيادات اللي هي العيادات اللي هي الجراحة العامة، عيادة أمراض المفاصل، وعيادة الأمراض العصبية، عيادة أمراض الكلى، وكذلك الجراحة البولية والعيون والأسنان والجلدية والقلبية، وكذلك أمراض الغدد والسكري، وأيضا إضافة إلى عيادات الأطفال والنسائية، وكذلك مركز أمراض الثدي وأمراض الأذن والأنف والحنجرة بكافة الاختصاصات. وأيضا تشمل خدمات مختبرية وفحوصات شعاعية، والتي تشمل الرنين والمفراس والسونار والأشعة، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية بكافة تصنيفاتها، إضافة إلى الخدمات المقدمة في الطوارئ طبعا لمدة 24 ساعة في اليوم. وبإمكان كافة المواطنات الاستفادة من هذه الخدمات من خلال مراجعة هذه العيادات حسب الأعراض التي تعاني منها المرأة، وتكون هذه الخدمات مدفوعة الكلفة من قبل العتبة الحسينية المقدسة. دكتورة بيداء، شنو النتائج والإنجازات اللي حققتها هاي المبادرة بالنسبة للعلاج والرعاية المجانية؟ طبعا النتائج تم ملاحظتها من خلال تزايد أعداد المراجعات للمستشفى بالاستفادة من هذه الخدمات التي تم ذكرها سابقا، حيث بإمكان كافة النساء الاستفادة منها في عموم العراق وليس كربلاء حصرا، وهذا ما تم ملاحظته من خلال وجود مراجعات بأعداد كبيرة من عموم المحافظات. نعم دكتورة بيداء، شكرا لهذه الإيضاحات، وأتمنى تكون في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله في مبادرات جديدة وكذلك استضافات لكم لإيصالها لجميع أبناء شعبنا، وأكيد كلها ببركة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. شكرا بيداء، دكتورة بيداء إبراهيم التميمي، مديرة مستشفى السيدة خديجة رضوان الله عليها. نعم مشاهدينا، يعني شاهدتم كيف هذه المبادرات اللي تطلقها
العتبة الحسينية المقدسة ولكافة أطياف الشعب العراقي ومن كافة المحافظات، كلها ببركة الإمام المجتبى عليه السلام وبركة أهل البيت عليهم السلام وجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا المبادرة ضمت عدة مستشفيات إذا نذكرها: على عجالة مستشفى الإمام زين العابدين عليه السلام التخصصي، ومستشفى سيدة خديجة رضوان الله عليها التخصصي للمرأة، ومستشفى سفير الإمام الحسين عليه السلام، ومؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام، ومركز المجتبى عليه السلام لأمراض الدم وزراعة النخاع العظم، ومركز السيدة زينب الكبرى عليه السلام الجراحي التخصصي للعيون. هذه طبعا هذه المستشفيات يا بسام اللي بادرت العتبة دائما تطلق مبادراتها الطبية لعلاج جميع أبناء الشعب العراقي ببركة رسول الله وأهل البيت. نعم يا ملك، هذه قطرة من قطرات كرم بحر الجود الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى محافظة ديالى وتقرير افتتاح سوق هيري والزميل نوار البياتي. مع بدء أيام شهر رمضان المبارك، ومن أجل توفيت الفرصة على الذين يقومون بزيادة أسعار المواد الغذائية، افتتحت اعتمادية المرجعية الدينية العليا في محافظة ديالى ناحية كنعان ومنطقة السياحي، وبالتعاون مع مؤسسة عليلة الحسين الإنسانية، سوقا خيريا مدعوما وبأسعار زهيدة، ضم مجموعة من المواد الغذائية الأساسية. تيمنا بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الله عز وجل، شهر الصائمين وشهر القائمين، دأبت مؤسستنا مؤسسة عليلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه المؤسسة الخيرية، بفتح سوق خيري كما فعلته في الأعوام التي مضت بقرب حلول شهر رمضان المبارك، لكي يتبضع منها الناس بكافة صنوفهم وطوائفهم، وهذا دليل على التكافل الاجتماعي بين أبناء هذه الأمة المباركة، وكذلك أيضا بث روح الأخوة والمحبة بين الطوائف، وخاصة في محافظتنا العزيزة محافظة ديالى، كما تعلمون فيها طوائف متعددة وقوميات متعددة، وهذا أيضا يرفع عن كاهل المواطن، باعتبار أنه هناك تنسيق مع بعض التجار الخيرين جزاهم الله خير جزاء المحسنين. مع بدء شهر رمضان المبارك، ومن أجل توفير المواد الغذائية للعوائل المتعففة ولا سيما عوائل الشهداء، بادرت مؤسسة عليلة الحسين بفتح سوق خيري يتضمن جانبين: الأول تباع هذه المواد الغذائية بأسعار زهيدة لذوي الدخل المحدود، والجانب الآخر تقدم السلات الغذائية مجانا للعوائل المتعففة في محافظة ديالى، علما أن هذه المؤسسة تعمل تحت إشراف اعتمادية المرجعية العليا الرشيدة المتمثلة بالسيد علي الحسيني السيستاني في محافظة ديالى ناحية كنعان. لم يقتصر هذا السوق على توفير المواد الغذائية فحسب، بل وشمل توزيع سلات غذائية لعوائل الشهداء الذين لبوا نداء المرجعية الدينية العليا والعوائل المتعففة من أجل التخفيف من كاهلهم. قال الله تعالى في محكم كتابه المنزل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ضمن المشاريع الخيرية التي تقام من خلال أو من قبل مؤسسة عليلة الحسين عليه السلام في ديالى، إقامة سوق خيري مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بالتعاون مع بعض التجار المؤمنين، لتفويت الفرصة على الذين يريدون أن يرفعوا أسعار المواد الغذائية، وكان الإقبال على هذا السوق الخيري كبيرا ومباركا فيه، والحمد لله رب العالمين. وجاءت هذه المبادرة استكمالا للأعمال الإنسانية والخيرية ضمن برنامج اعتمدته مؤسسة عليلة الحسين الإنسانية لمساعدة العوائل في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية. لبرنامج صباح كربلاء، نوار البياتي، محافظة ديالى.
نعم مشاهدينا الأكارم، شكرا جزيلا لزميلنا نوار البياتي اللي زودنا بهذا التقرير بخصوص الأسواق الخيرية. هذه الأسواق اللي تعتبر شيء من التكافل الاجتماعي والتعاون، وخصوصا نحن في شهر الله سبحانه وتعالى، هذا الشهر الفضيل الذي نكتسب به الحسنات مضاعفة وكبيرة. راح ننتقل وياكم إلى استوديوهاتنا في استوديو 313 وموجز الأخبار مع الزميل علاء السلامي، ولنا عودة إن شاء الله. السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تطلق مبادرة طبية مدفوعة التكلفة من قبلها وبجميع مؤسساتها الصحية، تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. المبادرة التي ستستمر لثلاثة أيام تشمل جميع الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الصحية مثل الاستشاريات والفحوصات والتحاليل، بالإضافة إلى العمليات الجراحية. مدينة الحلة تشهد تنظيم فعاليات مختلفة على هامش مهرجان ولادة الإمام الحسن عليه السلام الذي ترعاه الأمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، حيث جرى الاحتفاء بالشاعر الحسيني الأديب الشيخ ابن العرندس الحلي، فيما تم تكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً أو المسجلين رسميا لدى مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية. الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تنظم في محافظة نينوى مجموعة من البرامج الدينية والعبادية والنشاطات الثقافية إحياء لشهر رمضان المبارك. البرامج التي تناولت المواضيع الفقهية والعقائدية والإنسانية وغيرها توزعت على مختلف مناطق المحافظة. الطواقم العاملة في مشروع مجسرين في العاصمة بغداد تحقق نسب إنجاز متقدمة بإشراف دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة. معنيون أوضحوا أهمية المشروع في فك الاختناقات المرورية، مؤكدين إكماله نهاية الشهر الخامس. وأخيرا مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى تفتتح عددا من مفارزها النموذجية في المحافظة. معنيون أوضحوا أن تلك الخطوة جاءت لتقديم أفضل الخدمات بسرعة ومهنية عالية حفاظا على الأرواح والممتلكات. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء. شكراً للزميل علاء السلامي على موجز الأخبار. وفي فقرة حديثنا لهذا اليوم سوف نتكلم عن الشخصية القيادية للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وسيكون في ضيافتي في هذه الدقائق المعدودة سماحة الباحث الإسلامي الشيخ حسين العيساوي. صباحكم الله بالخير شيخنا، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. صباحكم الله بالخير والعافية، وأسعد الله أيامكم بهذا اليوم المبارك إن شاء الله. مباركم ولادة شيخنا العزيز، مباركين إن شاء الله علينا وعليكم، أهنكم بشهر رمضان، تقبل الله أعمالكم، الله يتقبل أعمالكم وصيامكم إن شاء الله. سمعت الشيخ، ما هو أبرز سمات الشخصية القيادية للإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة لقضية الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني قبل أن نجيب على هذا السؤال المهم، اهتمت العتبة الحسينية المقدسة بقضية تراث الإمام الحسن سلام الله عليه، فجعلت مركز تخصصي بشأن الإمام الحسن سلام الله عليه في النجف الأشرف بإدارة سماحة السيد كاظم الخرسان. فاهتمت العتبة الحسينية بشأن الإمام الحسن وجعلت هذا المركز كل مخطوطات أو مطبوعات أو نسميه القضايا التي هي لها صلة وارتباط بالإمام الحسن سلام الله عليه، سلطت الأضواء والباحثين حول هذه الشخصية لما لها من الأثر، لكونها الصبط الأول والأكبر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو الأخ الذي جاهد وناصر ونصر الإسلام بأبي هو وأمي. له من السمات كما تفضلتم سمة القيادة للإمام الحسن سلام الله عليه، كانت تتصف بصفة الرفق، نعم، بجنوده وبرعيته
وكان لينا كأبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولم يكن صلبا ولم يكن جلفا أو ما شابه ذلك من هذه الصفات التي يمتلكها الأعداء، فكانت من سماته ألا وهي الرفق بجنوده، حتى حينما كتب برسالة إلى عبيد الله بن عباس فقال له ألن جانبك، أي بمعنى الرفق مع الجنود حيثما تسير حيثما تنزل حيثما تقاتل. وكانت من سماته بأبي هو وأمي أن أوصاه بعدم مقاتلة معاوية والبدء بالقتال، فهذه صفة قيادية أنه لا يطلب القتال ولا يبدأ بقتال، لأنها سمة إنما تكون للضعيف يريد أن يسيطر أو يريد أن يستعجل بعجلة الحرب والدماء وما شابه ذلك. فصفة كانت جميلة جدا بأبي محمد الإمام الحسن روحي له الفداء. من صفات الشخصية القيادية أنه يعرف المشاكل ويجد لها الحلول، ونحن لا شك في قضية الإمام الحسن وأنه الإمام المعصوم المفترض الطاعة، حيث قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالإمام روحي له الفداء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فكان طاهرا وكان عالما بكل قضايا الأمة. كيف كان عالما بكل قضايا الأمة؟ لأنه عمره 7 سنوات وكان مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فاستلهم من سيرة النبي المعطاء واستلهم من شخصية أمير المؤمنين عليه السلام، وتزود من باب مدينة العلم أمير المؤمنين سلام الله عليه، فترعرع وزق العلم زقة، فكان يعرف المشاكل ويجد لها الحلول المناسبة، حيث إن شاء الله يعني نمر أيضا بشخصية الإمام الحسن كيف أدى إلى أنه لا يدخل في حرب. هذه السمة أيضا البارزة في شخصية الإمام الحسن. من سماته أيضا أنه القائد لابد أن يعرف الذي يقود جيشه أو الأمة أو الذي يكون واليا تحت أمرته، فعين الإمام الحسن سلام الله عليه ذوات قيادية لجيشه. هذه فقط لا، يجب أن يجعل أحد البدائل إن فقد هذا القائد. والإمام الحسن سلام الله عليه كذلك كان قد عين عبيد الله بن عباس لقيادة الجيش، وقال له إن قتلت أو مت، يعني بهذا اللفظ المضمون مالته، أنه عليك بالثاني وعليك بالثالث حتى لا ينكسر الجيش عند فقد القيادة. فهذه السمة القيادية أنه نعم تجعل الشخص المناسب وتجد له البدائل حتى حينما فقد، وهذه هي ديدا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حينما فقد جعفر بن الطيار استلمها من بعده آخر ومن بعده آخر هكذا. فهي إذن صفة قيادية بالفعل. يعني الإمام الحسن روحي له الفداء بخس حقه لأنه واجه الإعلام المبغض والمغرض وشوه صورة الإمام الحسن سلام في كل هذه التجاذبات اللي حدثت في حياة الإمام الحسن عليه السلام، ونحن يعني لنا وقفات كبيرة في قراءة مسيرتي، يعني دائما نشوف الإمام الحسن سلام الله عليه المتسامح الطيب القلب، يعني حتى أطلق عليه كريم أهل البيت، عليه علاقته بمجتمع الناس اللي يعني دائرة ميدورة، ما كانت هي أبرز يعني هذه العلاقات؟ جميل جدا، لأنه الإمام الحسين روحي له الفداء الذي صدر بحقه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال حسين مني وأنا من حسين. الإمام الحسن وهو أخوه وصنواني وسبطاه النبي الأعظم وريحانتاه، فقد أخذوا من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فكذلك كان يعيش الإمام الحسن روحي له الفداء هذه الأريحية وهذا اللين الجانب مع رعيته ومع الفقير ومع الغني، كان يعاملهم معاملة سواء، لأنه هذا هو مبدأ القرآن الكريم ومبدأ سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فهو لا يختلف كثيرا عن سيرة أجداده ولا آبائه ولا أمه السيدة فاطمة سلام الله عليه. فكانت هذه أيضا من سمات الإمام الحسن، إذ أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وآله وطبقه
في حياته عاش كريم أهل البيت، وبالفعل يعني كان كريم أهل البيت، لأن الذي يأتيه لا يعود منه خائبا. نعم. وحتى لو على سبيل المثال أنه يدعو له، فهذا ليس هو يعني عدم العطاء، وإنما العطاء أن تدعو للآخرين بالسعة والرزق. سمعت الشيخ، عذرا الوقت داركنا في هذه العجالة، شكرا لكم على كل ما تفضلتم به سماحة الشيخ حسين العساوي، كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم وإن شاء الله في ميزان أعمالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة الإمام الحسن عليه السلام في الدنيا وشفاعته بالآخرة، جزاكم الله خير. نعم مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. مصطفى رمضان مولود الحسن، مصطفى رمضان مولود الحسن، يوم الولاد الهادي مولود كوثر المحبوب. 15 رمضان نوار، 15 رمضان نوار بنور ابو محمد ولينا، كل قلوب من وهج بدره عهد حبنا موقعينا، للكرام والجود منهل، زمزم المجد بجبينا، آيات بجبينا بدت، نور الرسالة تأيدت، بالجود والطيبة شدت، جفوفة والحق بيمينا، آيات قرآن بالحب رتلن، آيات قرآن بالحب رتلن، والكرم بمبتهج والجود كوثر المحبوب. مصطفى رمضان مولود الحسن، مصطفى رمضان مولود الحسن. بدر أطل على الخلائق أمجد، من بيت أحمد ساجدا متعبدا، في النصف من رمضان طاب ولادة، سبط النبي مهللا موحدا، متباركين بولادة سبط المنتجب كريم أهل البيت وسيدي أهل شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. مشاهدينا، نذهب معكم لجولتنا اللي زودنا بها زميل كرار الحمداني، وبخصوص تهانيكم، ونقول تهانيكم بمناسبة الولادة الميمونة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام. يا أغلى الناس يا مرفوع الرأس، يا مرفوع الرأس يا أغلى الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان، وإلى مراجعنا العظام والأمة الإسلامية وجميع المؤمنين في شتى بقاع العالم بهذه المناسبة العطرة والميمونة، وهي ذكرى ولادة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتي المشاهدين، نلتقيكم على الود والمحبة بجولة صباحية جديدة من داخل حرم الإمام الحسين عليه السلام. في هذه الجولة سنستقبل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العطرة، فكونوا معنا. نادر في ثباتك ما إلك ثاني وبديل.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو من يا محافظة؟ أبو علي من كربلاء. حياكم الله، أهلا وسهلا. أبو علي، أول شيء مبدئيا نبارك لكم هذه المناسبة العطرة. أحسنت، رحم الله والديك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرفع أسماء آيات التبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان، وإلى مقام مراجعنا العظام، ولا مقام أئمتنا بهذه المناسبة الكريمة، وهي ولادة كريمة أهل البيت الإمام الحسن عليه السلام. حقيقة هاي من المناسبات الدينية اللي نحييها في كربلاء ونقضيها بالعبادة والتبريكات إن شاء الله، والتبهل إلى الله بأن يرحم الأمة ويرحمنا جميعا. قصدتم بهذه المناسبة العطرة، قصدت ولادة الإمام الحسين عليه السلام لإحياء هذه المناسبة يعني بمحافظة كربلاء أو ب في كربلاء، يعني عدة مناطق وعدة أقضية ونواحي، كل قضاء يحتفل حسب آلية خاصة به. شنو طريقة احتفالكم بالأقضية والنواحي بالمحافظة؟ الحقيقة احنا من مركز كربلاء، فدائما خاصة في أيام رمضان المبارك نحييها بالزيارة العتبتين المقدستين، أبي الفضل العباس وأخيه أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونقضي إن شاء الله الصبح نحضر إلى العتبة المطهرة الشريفة، بعد الزيارة نبدأ بالدعاء والصلاة والتهليل والتكبير إن شاء الله. ظلك مشهود أنت المعمود، قال التالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مباركين بهذه المناسبة الميمونة. طبعا كل الشكر والتقدير إلى قناة كربلاء المقدسة من داخل العتبة الحسينية. نهنئ العالم الإسلامي والإمام الحجة ومراجعنا العظام وجميع أئمتنا وأصحابهم الأطهار البررة الكرام بهذه المناسبة، إلى وهي تهنئة خاصة للإمام الحسن المجتبى ولادته 15 رمضان. طبعا المحطة عن تاريخ الإمام الحسن كبير وعميق ومحيط، لكن نختصر ببعض الكلمات النيرة والعطرة. إن الإمام الحسن العسكري ولادته في المدينة المنورة و15 رمضان ومثل هذا الشهر المبارك شهر الخير العطاء. طبعا هناك سر من أسرار رب العالمين أنه يجعل الإمام الحسن المجتبى ولادته وحدة أو واحدة من الأمور والمحطات والصفات الجليلة التي يمتاز بها هذا الإمام. طبعا من صفاته الزكي الطاهر الولي شريك القرآن ترجمان القرآن، كثير من الصفات، الكريم الشجاع البطل. طبعا يمتاز الإمام الحسن العسكري عن بقية الأمة بأمرين مهمين. الأمر الأول أنه كان يحمل العقل العسكري، واثنيا كان يحمل التخطيط والتدبير لإيقاف سابق يومه فات اللي فات. نعم سادتي المشاهدين، استقبلنا التهاني بهذه المناسبة العطرة من الموالين القاصدين إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام، التي تنبض قلوبهم بحب الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلين المولى أن يمن عليهم بالأمن والأمان على جميع الشعب العراقي الكريم. أحبة المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة وهذه عودة إلى استوديو البرنامج. شكرا للزميل كرار الحمداني على جولة التفاعل بمناسبة ولادة كريمة للبيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. مشاهدينا الكرام، نروح وياكم الموقع قناة كربلاء الفضائية ونشوف تعليقاتكم على موقع فيسبوك. علق كل من حسين الكربلائي: مبارك عليكم ولادة كريم أهل البيت عليه السلام الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. رضا الزهراء: متباركين ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. عبد الزهراء: قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. حسين محمد علق أيضا: نبارك لكم ولادة الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليه السلام. والبقية وياك يا مالك. نعم شكرا يا بسام، وأكيد معانا على السماء جي أم: من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها. السلام على ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة، إما معجلة وأما مؤجلة.
وكذلك تعليق من غروب الشمس، اللهم صل على محمد وآل محمد، متباركين بالولادة الميمونة، بالإضافة تعليق أم علي حسن المضايف، هللا من جابة واسمك يا الحسن وفزت بسواليف الكرم، عزلا الزين من العدم. شكرا لأم علي على هذا الشعر الجميل بحق الإمام الحسن عليه السلام. وكذلك أخيرا علي العيساوي، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل لوليك الفرج، متباركين إن شاء الله. شكرا جزيلا لكل الأخوة اللي علقونا على موقع قناة كربلاء الفضائية في الفيسبوك بخصوص التهاني والمواليد للإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أكيد في هذه الحلقة تناولنا موضوع ولادة الإمام المجتبى عليه السلام، وكانت لنا وقفات عديدة في حياة الإمام عليه السلام. أخيرا نقول قول للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، إنه قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبقوا القوم ففازوا وقصر آخرون فغابوا. إن شاء الله يجعلنا وإياكم ممن يلتزمون ويسيرون خلف نهج الإمام الحسن سلام الله عليه وأهل بيته. في الختام أكيد إن شاء الله نتمنى لكم تقبل الله أعمالكم وصيامكم، وأحر التهاني والتبركات مني ومن زميلي بسام اللي رافقني في هذه الحلقة، وأكيد كل كادر برنامج صباح كربلاء. أترككم في أمان الله وحفظه. سبع المثال